أحد الأسباب التي تخلي الناس يموتوا في الزلازل هو أنه لا يمكن تنبؤ بها. تخيل أنك أنت كتقدر تنبأ بها، طبيعة الحال غتطلق صافرة إنذار وكل شيء غيخرج للشارع ومريضنا ما عنده بس. ولكن للأسف البشرية لحد الآن ما تقدرش تعرف الساعة أو على الأقل غير النهار أو الأسبوع أو الشهر اللي غتجي فيه هذه الكارثة. أوكي خويا ماشي مشكل، دونك هذا الزلزال ودوزناه، يعني الكوارث الأخرى نقدروا نعيقوا بها. للأسف كاين حوايج أخرى بحال الزلزال اللي مستحيل بتاتا تنبأ بها، تقدر تكون في داركم حتى توقع الكارثة. واش في راسك أنه كاين واحد الخط مميت في الكرة الأرضية كيمتد 40,000 كيلومتر وكيمر على 15 دولة؟ هاد المنطقة هادي عامرة بالبراكين، ولهذا كيطلق عليها العالم اللفظ ديال حلقة النار، وكتمتد عليه أكثر من 452 بركان مختلف، وكل بركان من هاد 452 قادر أنه يطير في أي لحظة. نتخيلوا معنا واحد السيناريو، بما أنه قلنا أنه كل بركان من هاد 452 قادر أنه يطير في أي لحظة، إذن بالإمكانية الفيزيائية أو بالماتيماتيك كاين واحد الحالة ممكنة أنهم كلهم يطيروا في لحظة واحدة. مستبعد ياك أو شبه مستحيل، ولكن في المنطق الرياضي كل حالة ممكنة. إذا نراها ممكنة فنصوروا الأمر، شنو غيطرى للعالم إلى تحققت هاد الحالة الممكنة الصعبة، واللي على رغم الصعوبة ديالها هي أكثر شيء كيخشاه علماء الجيولوجيا. وفي الحقيقة احنا مع علماء جيولوجيا ما والو، حتى احنا خصنا نخشوه، وهذا هو الغرض الأساسي من هذا الفيديو. حلقة النار هي منطقة سميت بهذا الاسم نسبة لأن الشكل ديالها كيشبه الحدوة ديال الحصان وكتدور على المحيط الهادي. البراكين في هذه حلقة النار تشكلت ملي انزلقت الصفائح القارية وطلعت فوق الصفائح المحيطية. هذه الحركة التكتونية كتسمى بالمصطلح العلمي الاندساس، وهي ماشي غير كتكون لنا البراكين، هي كتسبب في زلازل هائلة. 90% من الزلازل في العالم كترى بالقرب من حلقة النار، إلا اندلعت كل هاد البراكين دقة واحدة ما غنبقاوش نهضروا على أضرار ديال البركان الواحد ديال تدفق الحمم البركانية وكذا، بل غنوليو نهضروا على البراكين وزلازل ضخمة على مدار الكرة الأرضية. دابا واحد غيقول لي هي ولا بس هاد حلقة النار ما دايزاش على المغرب، يعني كما قلتي هي على المحيط الهادي. لا صديقي، هاد الشيء لا ترى غيكون فيه ضرر للعالم كامل، لانه يتحققت هاد المعادله ديال انفجار جميع البراكين اللي في هاد الحلقه. هذا غيسبب زلازل عملاقه في 90% من العالم، وغازات سامه في الجو، وكذلك تسونامي عملاق. اوكي السؤال دابا، شنو هو الحدث العلمي اللي غيخلي البراكين ديال حلقه النار ينفجروا؟ كما فهمتي من الفيديو اللي فات، القشرة الأرضية كتكون من صفائح تكتونية وهي اللي كتسبب الانفجارات البركانية نورمالمون، وكذلك الزلازل المدمرة كتشكل هاد الصفائح قشرة الأرض والوشاح ديالها، وكما قلت لك في الفيديو اللي فات هي تتحرك باستمرار، وملي كتحرك كتصطدم وكتحتك في بعضها البعض، وفي النهاية ملي كتنكسر كتطلق موجات زلزالية. وملي كتندافع أحد الصفائح التكتونية إلى الأسفل هنا كتكون لنا صخور منصهرة كتسمى الصهارة. الصهارة هي أخف من الصخور، ولهذا السبب أنها خفيفة فإنها كترتفع إلى السطح، وملي كترتفع في الطريق ديالها كتحبس الغازات الأخرى. وهذه الصهارة ملي كتكون سميكة جدا فقاعات الغاز ما كتلقاش الطريق باش تهرب بسهولة منها، هنا كيتزاد الضغط الشديد، وملي هذا الضغط كيتراكم بواحد الدرجة كافية النتيجة بوم بركان منفجر. وهذا البركان إلى صادف أنه متواجد في حلقة النار فراح كيكون مميت. سنة 1814 طار البركان ديال جبل ماين وقتل أكثر من 12,000 شخص في الفلبين، ومؤخرا في 2018 طار البركان ديال جبل كادوفار مما اضطر السكان ديال غينيا الجديدة أنهم كلهم يتم الإجلاء ديالهم بدون استثناء. باش تحقق هذه المعادله ديال انه يطور 452 بركان في دقه واحده غتحتاج الارض الى حدث تكتوني كبير جدا، بحال مثلا تشكيل قاره عظمى جديده كما طرا في السابق. منذ التفكك ديال قاره بانجيا كان المحيط الاطلسي كيتوسع، وهذا الشيء غادي يجبر المحيط الهادي على انه يضيق في نهايه المطاف. هذا الشيء غيسبب اصطدام بعض القطع القاريه، وهذا غيؤدي الى كارثه زلزاليه عملاقه. شنو غيطرى إلا كنتي من الناس اللي كيعيش في المنطقة ديال رينج اوف فاير حلقة النار،
إذا غينفجر البركان كان محلي بدون نقاش، وغادي يقذف في الحمم البركانية، وهنا غتعرض للزلازل القاتلة، وغيتزامن هادشي مع موجات تسونامي عملاق. يعني لك انت ساكن في حلقة النار أحد 15 دول، فغتعرض لثلاث كوارث دقة واحدة: انفجار بركاني، زلزال مدمر، وظاهرة تسونامي. والتسونامي الغيطرة غيكون على طول المحيط الهادي. المرعب في الأمر أن هتلت الحوايج ماشي هما الأكثر فتكا، أكثر جوج أخطار على البشرية من اللي كينفجر البركان أكثر من الزلزال والتسونامي، هما الرماد والغازات البركانية، وهذا الشيء غيأثر على العالم كامل. داكشي أش قلت لك، ما تفرحش أن المغرب ما جيش في حلقة النار أو أي دولة ساكن فيها دابا. إلا وقع هذا الشيء في حلقة النار غيأثر على العالم كامل. الانفجارات المتزامنة البالغ عددها 452 غادي تؤدي إلى إطلاق الكثير من الرماد في الهواء. هذا الرماد كافي أنه يغطي العالم وغادي يحجب ضوء الشمس تماما. سنة 1991 طار واحد البركان ديال جبل بيناتوبو، وهذا الانفجار أدى إلى تبريد أجزاء من العالم بما يصل إلى 0.4 درجة مئوية لمدة عامين. وخا كان كيجيهم الصيف كانت كتبقى درجة الحرارة باردة بسبب انفجار هذا البركان هذا. أما الطبقة السميكة ديال الرماد ما غاديش تخفض الحرارة فقط، بل غتؤدي إلى فشل المحاصيل على نطاق واسع وإلى إتلاف جزء كبير من التغذية، مما غيؤدي إلى نقص حاد في الغذاء العالمي. والغازات البركانية السامة ملي غترتفع على السماء غتؤدي إلى هطول أمطار حمضية ولا تحت أمطار حمضية بحال اللي طرا في العصور السابقة، غتهطل على المحيطات والبحار وبالتالي انقراض تام للحياة البحرية. كتعرف ما معنى أمطار حمضية؟ هذا كيعني أن السماء تمطر بالماء القاطع. ولك أن تتصور أكثر حاجة مرعبة في هذا الأمر هو أنه تماما مثل الزلازل لا نستطيع التنبؤ بالانفجارات البركانية بتاتا. ما كاين لا بوادر لا تحذيرات من الطبيعة. إلا كان مكتب سيتم تدمير مدن، يموت الكثير من الناس، وغنكونوا نحن تحت الرحمة ديال هاد البراكين. مي باش ما نخوفكش بزاف، نعطيك حاجة إيجابية لحسن الحظ، أن هاد السيناريو هو 0.001% باش يطرى، ولكن مادام هي النسبة ماشي 0%، فحتى ديك 0.01 فهي كتسبب القلق للبعض، خاصة لساكنين على حلقة النار.